تعالوا دلوقتي نروح لليندا نعرف معاها ايه اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير منا. صباح الخير مصطفى. طمنينا، في رطوبه ولا مفيش؟ طبعا في رطوبه عاليه جدا الصبح، احسن شويه بالليل، والاجواء حاره جدا الصبح، بالليل هتكون معتدله. امبارح القاهره سجلت 34، النهارده كمان بتسجل 34، بس مش متاثرين بالموجه الحاره بتاعت اوروبا. لا الحمد لله، يعني متوسط درجات الحراره في الاسبوع ده من 33 ل 35. خلينا نتعرف. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90، الشراء سجل 18.83، اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18، الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65 والشراء سجل 22.55، الفرنك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82 والشراء سجل 2.80، الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه و3 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش، الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16، واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 853 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 995 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1137 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7960 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وفي كمان نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط. النهارده كمان هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبه، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده 34، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 41، واقل درجه حراره في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه.